حيوية. في إفران توج اختتام مهرجان الثلج يوم أمس بإعلان أميرة الثلج، إلى جانب تقديم عروض مباشرة للعديد من المرتبطين بالثلوج في المنطقة من حيث المهنة أو السياحة. التقرير لأحمد فاضلي والتحرير لعبد الرحيم بن شيخي. إفران في حلة البياض تساقط الثلج، ثم نسج الناس حكاية جميلة. تصوروا لو من هذا الجبروت تخرج أميرة على أي شاكلة ستكون. ثم جاء مهرجان الثلج في دورته الأولى، وشارك الناس من المنطقة وكذلك الزوار. على هذه الشاكلة هي أميرة الثلج، ودون اتفاق احتفل الناس بكل ما تخرجه إفران من بطن الأرض أو سمائها، والهدف خدمة السياحة المحلية. التنميه المحليه نتاع المنطقه، لان كتشوفوا معايا دابا بجانبنا هناك جمعيات وتعاونيات محليه اللي كتسوق المنتوج المحلي ديالها. ثم كذلك كتشوفوا على انه واحد العدد الزائرين توافدوا على مدينه إفران باش يعيشوا معنا هذا الحفل البهيج. اذا هذه التنميه كذلك اقتصاديه كيتزامن مع الذكرى ديال القرن على انشاء الاداره ديال المياه والغابات، اللي اختار لها الشعار ديال قرن في خدمة من العمل في خدمة المجتمع. هاد المناسبة دي هي مناسبة كنبرزوا فيها أهم يعني المجازات اللي كتعلق بالتشجير والحفاظ على الموارد الغابوية، وكذلك خلق محميات وتشجيع القنص وإبرام عقد شراكات مع المجتمع لأجل تقاسم مسؤولية في الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي. تنتج إفران من التفاح الكثير، ألوانه تسر الناظرين. نفس الناظرين احتفلوا بتتويج أميرة الثلج ووصيفاتها، ابنة إفران، وتعرف موعد الثلوج كل سنة منذ ولادتها. قرب مؤسسة الأرز هنا في إفران، أنا فرحانة بزاف على هذه المشاركة. أنا فرحانة بزاف لحقاش أنا جيت الوصيفة الأولى، وخا ما جيتش ميسناج، ولكن في النظر ديالي أنا راني ميسناج، وكنشكر اللي ساندونا في هذه المسابقة هذو. كل الفعاليات شاركت في هذا المهرجان، الآن أصبح للثلج مهرجان في موعد معلوم، فقط يكفي أن يتساقط كي يحتفل الناس بأميرة جديدة.